سنستوطن المريخ في عام 2117. هذه الجملة لم يقلها علماء فضاء أمريكيون أو روس ولا حتى صينيون. بكل بساطة هو مشروع إماراتي فضائي حقيقي، تكاليفه مئات مليارات الدولارات، وقد تم وضعه حيز التنفيذ. ليس استيطان المريخ فيه إلا محطة من استعمار حقيقي للفضاء، تخطط الإمارات بكل جد لتكون أهم رواده. فلم يمر إلا عام على إطلاق مسبار الأمل الإماراتي في 20 يوليو عام 2020، حتى كشفت الإمارات عن أن نجاح المسبار بوصول مدار المريخ في فبراير من عام 2021 هو بالحقيقة بداية مشروعات فضائية أخرى قادمة خلال العقود المقبلة، أقلها إثارة للدهشة الفضائية مشروع استكشاف القمر، وأكثرها الوصول لكوكب الزهرة. بينما يتربع على عرش الطموحات الفضائية أن يستوطن الإماراتيون المريخ، لكن كيف؟ وما هو المخطط الفضائي الإماراتي؟ إليك التفاصيل. الإمارات بين المريخ والزهرة. هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء بدأ بالفعل فريق من المهندسين والباحثين الإماراتيين بوضع التصميم الهندسي لما تم تسميته مستكشف القمر الإماراتي، وفق خطة تقوم على تصنيع النموذج الهندسي للمستكشف عام 2022 وإجراء التجارب والاختبارات الأولية لتطوير النموذج الأولي عام 2023 قبل إطلاق أول مستكشف إماراتي الصنع ليهبط على سطح القمر عام 2024 بهدف تولي مهام إجراء تجارب واختبارات علمية فضائية، بينها دراسة جوانب مختلفة من سطح القمر متضمنة التربة القمرية. مهام المستكشف القمري الإماراتي ستتضمن أيضا دراسة الخصائص الحرارية للهياكل السطحية إضافة إلى الغلاف الكهروضوئي القمري، كما أن المستكشف الذي سيكون بين الأكثر تطورا بالعالم سيكون قادرا على قياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر الذي لن يكون وحده ضمن طموحات مخطط الفضاء الإماراتي المتضمن استراتيجية متكاملة تحت اسم استراتيجية المريخ 2117، وتهدف لبناء أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ. إلا أن الأمر سيتم بخطوات موزعة على السنوات المقبلة، بين أهم مراحلها تنفيذ مشروع مدينة المريخ العلمية التي ستكون بحسب المخطط الفضائي الإماراتي أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض، ونموذج عملي صالح للتطبيق على كوكب المريخ، إذ إن مشروع المدينة الفضائية التي ستبنى كمستوطنة بشرية بالمريخ تتضمن مختبرات للغذاء والطاقة والمياه لجانب مختبرات مخصصة لإجراء اختبارات زراعية متنوعة تلبي احتياجات الأمن الغذائي في المستوطنة البشرية بالمريخ. مشروع المدينة الفضائية لم يغفل عن التخطيط لبناء مختبرات متطورة تحاكي تضاريس الكوكب الأحمر وبيئته القاسية، على أن يتم تنفيذ مجسم المدينة الفضائية الأولي باستخدام تقنيات متطورة لطباعة ثلاثية الأبعاد مع عزل الأشعة والحرارة. كما تشمل خطط إنشاء المدينة تجربة تطبيقية تقوم على إشراك فريق بشري سيعيش داخل المدينة الفضائية مدة عام كامل وسط ظروف بيئية وحياتية تحاكي ظروف كوكب المريخ. وبحسب المعلومات الأولية عن مشروع أول مستوطنة بشرية على المريخ، فإن المدينة الفضائية ستمتد على مساحة 176 ألف متر مربع بالصحراء بتكلفة أولية تقديرية تتجاوز 135 مليون دولار،
قبل أن تتوالى الخطى لتحقق الإمارات مساعيها بحلول عام 2117 لبناء مدينة سكنية بشرية فضائية حقيقية على كوكب المريخ، على أن يتم شحن ما يحتاجه سكان المستوطنة الفضائية البشرية الإماراتية عبر ميناء فضائي حددت الإمارات مكانه بالفعل، حيث وقعت وكالة الفضاء الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للمطارات لاستكشاف إمكانية الاستفادة من مطار العين الدولي كميناء فضائي محتمل. يبدو أنه لن يكون حكراً على توريد احتياجات أهل مدينة المريخ، خاصة وأن الإمارات قررت أيضاً ضمن مخططها الفضائي إرسال مركبة فضاء لكوكب الزهرة، حيث بدأت الإمارات بالفعل ببناء مركبة فضاء ستنطلق إلى كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية عام 2028، وتستغرق مدة المهمة العلمية 5 سنوات تمتد من عام 2028 حتى عام 2033، ما يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات أول مهمة فضائية عربية من نوعها، حيث سيتم من خلالها استكشاف كوكب الزهرة قبل أن تهبط المركبة على آخر كويكب من الكويكبات السبعة لجمع بيانات علمية غير مسبوقة عن هذه الكويكبات داخل المجموعة الشمسية. وبحسب المعطيات العلمية الفضائية الحالية، ستمثل الرحلة المليارية التي تقطعها المركبة الفضائية صوب الزهرة 7 أضعاف رحلة مسبار الأمل الذي نجح بقطع 493 مليون كيلومتر في الفضاء العميق للوصول إلى مدار الكوكب الأحمر، فيما تبقى أقرب خطوة فضائية للإمارات قبل استيطان المريخ وزيارة الزهرة إرسال أول رائدة فضاء عربية لمحطة الفضاء الدولية، إذ بدأت بالفعل رائدة الفضاء الإماراتية نور المطروشي لجانب زميلها محمد الملا تدريباتهما التأهيلية في برنامج ناسا لرواد الفضاء تمهيدا للسفر إلى محطة الفضاء الدولية بعد نجاح تجربة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. ليبدو أن الإمارات جادة فعلا بمشروعها لاستيطان الفضاء، خاصة وأنها أصدرت في فبراير من عام 2020 قانون الفضاء الأول من نوعه على المستويين العربي والإسلامي ليتضمن 10 أمثلة لمجالات فضائية جديدة وناشئة، منها الإطلاق من الفضاء والسياحة الفضائية وامتلاك الموارد الفضائية واستخدامها والتعامل مع الحطام الفضائي والأحجار النيزكية لتتم الاستفادة منه على مستوى الإقليم، إضافة إلى الأنشطة والمجالات الفضائية الجديدة مثل الرحلات دون المدارية وبناء المستوطنات والمنشآت البشرية في الفضاء والانطلاق من الفضاء وعملية عودة دخول الأجسام الفضائية للأرض والخدمات اللوجستية. وأنت، هل تؤمن مثل الإماراتيين أنهم سيزورون الزهرة ويستوطنون المريخ عام 2117؟